الرئيس السيسي يتوجه إلى الخرطوم غدا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا مع السودان. الداخلية تعلن مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي. وزيرة الاستثمار تؤكد أن الرئيس السيسي وجه بتوفير مختلف عوامل النجاح للشركات الأجنبية المستثمرة في مصر. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الخميس إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يوما واحدا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان. وكانت اجتماعات اللجنتين الفنية الوزارية المشتركة بين البلدين قد انطلقت اليوم تمهيدا للقمة الرئاسية غدا. ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في يوم الخامس من أكتوبر من عام 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة. وكان الرئيس السيسي قد زار الخرطوم في يوم 19 من يوليو الماضي، فيما تعد الزيارة المقبلة هي السادسة لسيادته إلى السودان منذ أن تولى الرئاسة. افتتحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد ورشتي عمل تدريبية بالمجان للأشقاء السودانيين، وذلك للإسعاف والقضاء على فيروس سي. ويأتي هذا على هامش مشاركة وزيرة الصحة ضمن اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا غدا. وفي نفس السياق، أهدت وزيرة الصحة والسكان منحة علاجية مجانية للأشقاء السودانيين للعلاج من فيروس سي عبر قوافل وفرق طبية بأدوية مصرية، تمهيدا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط الفرفرة بالظهير الصحراوي الغربي. وأكدت التحريات أن الإرهابيين يتخذون منخور جبلي مأوى لهم لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ عملياتهم العدائية. وأكدت الوزارة أن القوات داهمت المنطقة فجر اليوم، وقامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت مع مصدر النيران، وعقب ذلك تم العثور على جثامين 11 من الإرهابيين، كما عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وبندقية خرطوش وثلاثة طبنجات وخمسة أحزمة ناسفة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ووسائل الإعاشة وبعض الأوراق التنظيمية. قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، قالت إن مصر تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، مشيرة إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية هي العمل على توفير عوامل النجاح للشركات الأجنبية في مصر. جاء ذلك في كلماتها ضمن مؤتمر مستقبل الاستثمار والذي يعرف باسم دافوس الصحراء والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض، والذي يحضره عدد من المستثمرين من مختلف الدول. شهدت جامعة حلوان اليوم لقاء مفتوحا للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مع طلاب الجامعة في إطار موسمها الثقافي للعام الحالي. وقال الدكتور شوقي علام إن الدين ليس مظهرا لكنه عمل قلبي، كما أجاب على تساؤلات الطلاب في حوار مباشر ومفتوح. وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن مثل هذه الندوات الكبرى تساهم وبشكل كبير في تشكيل عقل ووجدان شباب الجامعة في هذه المرحلة العمرية المهمة. تستضيف مستشفى المنوفية العسكرية الخبيرة الهندية العالمية الأستاذ الدكتور أناند ساداشيف خبير جراحة العمود الفقري بالمنظار، وذلك بدءا من بعد غد وحتى يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري. وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
وجه السيد وزير الداخلية بمد فترة استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة البصرية مجانا بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية ولمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأربعاء. جاء ذلك في إطار إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عام ذوي الإعاقة وبمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، وفي ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال. كان هذا موجز الخامسة مساء من تلفزيون النهار. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.